تعكف الحكومة حاليا على استكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، كما أن عناية خاصة طولة لإصدار النصوص التطبيقية، وقد تم لهذا الغرض وضع ترتيبات من أجل تسريع عملية إعدادها، حيث أن الهدف المرجو هو نشرها في أجل لا يتعدى 60 يوم ابتداء من تاريخ نشر القانون المعني. واستسمحكم هنا للوقوف على أهمية العمل الذي تم إنجازه فيما يتعلق بالمراجعة العميقة للنصوص القانونية والتنظيمية المهيكلة، والتي كان لكم الفضل السيدات والسادة النواب في إثرائها والمصادقة عليها في جو من النقاش البناء والصريح، وضعنا فيه جميعا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.